كريم. عيش عبد 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 كريم. تصرا كي ولادي كنت طيب لهم، كنت مقابلهم. ايوا تصرا بعنا فيها الذهب، بعنا فيها الحوايج، بعنا فيها كل شيء، بعنا فيها الطوموبيل. بنتي خدامه في جينيرال تشد فلوس، كنا نعطيو البريمات. ما خلينا ما درنا، بقينا عريانين. وباك الزاولي ما خلا والو، لا دار لا والو، استقرينا في الديران، والتيران غادي يريب. وتا واحد ما خدام، سي محمد مريض فيه مرض القلب، غادي يدير عمليه. اش نفعنا في الطاس؟ اش عطاونا؟ كدارين لنا شهريه الفرقه ديال الطاس ديال راجلي هو اللي كونها. كان يجيب دراري من الشانطي ويشري لهم الصبابط ويشري لهم ويطلبوا، ما كانش اللي يعتقوا. حنا تنحبوا هذا الفريق وعانينا من جميع الجهات. عبد الكريم تيستاهل الخير. عبد الكريم هذه الفئات الصغرى ما تلاقيت انا صدفه جوج وليدات في الطاكسي، قلت لهم بغيت نقيد انا ولدي، قال لي راه عندنا عبد الكريم بغى يحيدو. قلت له علاش؟ قال لك ما بغاوش. علاش يحاربوا عبد الكريم؟ انا خدام ما تيحارب يضاهم اي رئيس جام، فهمتي؟ لا تنخدم معاه، انا تنحب هذه الفرقه، فهمتي؟ انا تنحب هذه الفرقه وعروقي وكل شيء ودمي، فهمتي؟ لا في هذا الفريق الوالد الله يرحمه راه ضحى، فهمتي؟ في هذه الفرقه وهذه كور بغى يدير النص تقريبا في الحي المحمدي كره، فهمتي؟ ولكن تيحب هذه الفرقه، تيسبق الفرقه على ولاده، فهمتي؟ لا اخت سمير تاهي، فهمتي؟ من هذه وفاه الوالد تقريبا بالمشاكل، بهذه المشاكل حيدو توا من الفريق ومشى للصحه ومات. سميره تاهي اللي كانت عليها ضغوط كبيره، كانت عندها واحد الضغوط كبيره تاهي، فهمتي؟ بالفقسه تاهي مسكينه، وهذه سكته قلبيه توفات، فهمتي؟ توفات. المهم انا ما كاين حتى شي مشكل، انا ما عندي حتى شي مشكل، انا مقابل الفئات المدرسه تقريبا راه كاينه 500، فهمتي؟ الصغرى، فهمتي؟ والمينيم والكادي والجونيور. تفاجئنا الرئيس عيط عليا، واش كان بحاله غضب ولا هذه، فهمتي؟ الله يعلم داك الشيء تيهمو هو. قالوا الله السلام عليكم، السلام الله يخليك، تم معفي من المدرسه. علاش؟ صافي الله عاون نعاون. وجاو الناس محبين ديال الحي المحمدي وهضروا من عمار الرئيس، وهذه تيقول لهم انا ما جريتش عليه، فهمتي؟ فهمتي؟ قال لهم انا ما جريتش عليه، انا يمشي يخدم في المينيم والكاديو والجنيور، يدير المدير التقني بالكاديو والجنيور، فهمتي؟ لا الناس طلبوني وكل شيء، انا تخليت ولكن قلت لهم بشروط، فهمتي؟ يكون واحد العقد، فهمتي؟ ماشي غدا لا غدا ثاني عبد الكريم، الله عاون نعاونك. كريم